متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. نطق مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد بتأييد الحكم في حق صاحب مخابر ميرينا لنبيل ملاح، وكانت محكمة سيدي محمد الابتدائية قد أدانت نبيل ملاح بعقوبة الحبس النافذ لأربع سنوات. ويوجد نبيل ملاح رهن الحبس المؤقت منذ شهر ماي من عام 2021 في قضية رفعتها ضده وزارة الصناعات الصيدلانية بتهمة مخالفة التشريع في مجال حركة رؤوس الأموال. نظم مشرفو التربية لولاية بجاية الذين تم إدماجهم مؤخرا صباح يوم أمس وقفة احتجاجية أمام ثانوية واد غير التي يقيمون بها دورات تكوينية كل يوم سبت. وطلب مشرفو التربية المحتجون من وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد بتغيير تسميتهم الحالية من متخصصي تربية إلى مشرفي في تربية، بالإضافة إلى إعادة تصنيفهم، وذلك حسب الشهادة الدراسية المتحصل عليها، بحيث أن جل الموظفين هم خريجو الجامعات الجزائرية. قضت محكمة الجناح لبجاية اليوم بعام حبس نافذ مع 50,000 دينار كغرامة مالية و 30,000 دينار كتعويض للطرف المدني ضد الشرطي السابق ومعتقل الرأي السابق زهير مولوي، وهذا في القضية المعروفة بحملة التضامن مع الشرطي السابق زهير مولوي. يجتمع اليوم الأحد أعضاء مجموعة أوبك بلس قبل يوم من بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، ويأتي ذلك الاجتماع مع تراجع العقود الآجلة لخام برانت 1.10 دولار إلى 85.87 دولارا للبرميل، فضلا عن انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا إلى 80.47 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن تبقى المجموعة على أهدافها وسياستها لإنتاج النفط، وذلك بعد اتفاق دول مجموعة السبع على حد أقصى لأسعار النفط الروسي. أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إسنا اليوم الأحد. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-tiret.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.